السلام عليكم إخوان والأخوات. اللي غنتحدث فيه اليوم هو شيء خطير بالنسبة للناس اللي عندهم حسابات في تيك توك. الناس اللي كيضاربوا كيصهروا باش يصاوبوا واحد، يطلع واحد الحساب اللي نتوما عارفين الشروط، خص تكون عندك اكثر من 18 سنه، خص تكون عندك اكثر تطبق 100,000 مشاهده خلال شهر، وخص تكون عندك 10,000 متابع. اذا اليوم جيت باش نحكي لكم واحد التجربه اللي انا ضحيه ديالها، وما بغيش الاخوان يكونوا ضحيه ديالها اللي جايين من بعد مني. انا هاد العملية اللي كما قلت لكم خطيرة جدا، لأن البارح أنا كان كملت الشروط ديال المشاهدات كما سبق وتحدثت لكم في فيديو سابق قبل شهر، لأن دابا تجاوزت 2 مليون المشاهدة. بقات المسألة ديال المتابعين. البارح الحمد لله أنني فدت 10,000 متابع. اذا ملي كتحقق الشروط اللي كتحقق 18 سنه، 100,000 مشاهده، و 10,000 متابع، خاصك تنضم تيك توك، تنضم لمنشئ المحتوى ديال منصه تيك توك. اذا انا كالعاده ما عارفش كنجي للبلاصه الزرفين كنضمم، وكان ندير واحد الضغطه على اساس باش نكمل العمليه ديال الاشتراك. اذا بي افاجئ واحد الرساله. شنو كتقول هذه الرساله؟ كملت انا البارح مكتوب هنا، يعني هي كاين 10,000. عدوات المبدعين كنجيو هنا للكل، كنديرو خلال 28 يوم. انتما كتشوفو كاينه 2 مليون وزياده عليها. اذا ملي كنمشيو لهاد العمليه ديال برنامج مكافاه المبدعين اللي هي هادي، كتكليكي عليها كتخرج لك الصفحه. انا درت الطعم. شنو الميساج اللي كيعطيك؟ الميساج هو هذا التحتاني، نتمنى يكون بان لكم مزيان. قراو هو الميساج التحتاني، كيقول لي انت لقد تم كما طريقة تم رفض طلب التقديم بواسطة برنامج مكافآت المبدعين. شنو هو الموتيف؟ الموتيف محتوى سبب عدم التأهل، محتوى غير اصلي، لا يفي حسابك الذي أنشأته بمعايير التأهل لدينا، اطلع على مزيد من المعلومات في محتوى غير أصلي. هذه نقطة. إذا عندك الحق دير الطعن، درنا الطعن، رسلناه، قالك غتسنى 7 أيام وغنجاوبك في الإيميل ديالك. الإيميل ديالي من الميساج المرحبا بك أيها المبدع، نشكرك على التقديم في برنامج مكافأة المبدعين، لقد راجعنا طلبك وأنت غير مؤهل للانضمام إلى هذا البرنامج، اضغط هنا لقراءة المزيد من المعلومات. من التالي استمر في نشر الفيديوهات تاع تيك توك، ابقى على اتصال بالمجتمع، مجتمع فريدة، الفيديوهات فريدة وعالية الجودة، ويمكنك إعادة التقديم في هذا البرنامج بدءا من 17/6/2024، يعني بعد مرور شهر. اذا ملي كندخل انا المسائل ديالي للصفحه ديالي، كنلقى بعد الفيديوهات ديالي، انا جيت نشوف كنلقى بعد المحتوى اللي كان ظهر فيه انا شخصيا تقريبا اكثر من نص، يعني واحد 85 محتوى اللي كان ظهر فيه انا. ما تبقى كما جرات العاده، غادي دير اغنيه مثلا ديال سيلين ديون غتجيب تصويرتها، ما يمكنش غادي دير سيلين ديون غتجيب تصويره ديال بوب مارلي، ما يمكنش. غادي دير اغنيه ديال جاريه جاري غتجيب نعيمه سامح،
غادي تجيب دير الاغنيه ديال الراحله غادي تجيب محمد المرحوم محمد الحياني، هادشي عادي يعني غتصوب المسائل وغادي تقادها وترميها، بالاضافه الى الفلترات اللي كيعطوك هما وكتصوب بهم المسائل. اذا المحتوى ديالي محتوى ديالي فريد، ماشي محتوى ديالي غير اصلي. منين جبتو المحتوى الغير اصلي؟ هو ندخل عند شي كونت وناخذ لي شريط ديالو ونجيب له عاد ديالنا، كيتسمى محتوى غير اصلي. ولكن راه اي واحد باغي يدير مثلا واحد الاغنيه عاجبه راه خصو يدير لها واحد المونتاج وواحد المسح. على العموم هما ما كيتعاملوش معاك بحال 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 شي جهات اخرين، هما ما غاديرش حبه دالو يديروا المراجعه يدويه، هما غيديروا مراجعه الكترونيه بمعنى الروبو، الروبو ما غيعرفش الكلاسيك، مو الروبو غيعرف لك ان بين وجهك ما بينش وجهك. اذا الاخوه الله يجازيكم بخير، باش ما تطيحوش في الغلط اللي طحت فيه، شي راه خطير شنو تضرب واحد اليامات وتكرفص وتجمع وكذا وكذا وتبري وتدخل لي كيس وتدخل هنا وتدخل هنا وتدخل هنا وفي الاخر يقول لك تما رفض الطلب ديالك. اذا على العموم انا باقي عندي واحد الشهر ونعاود ندفع عاوتاني، ما عنديش مشكل. بالنسبه للاخوان اللي قربوا يدفعوا، هادو اللي خربوا حذاري، حاول تشد الصفحه ديالك نقيها 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 مزيان، لان دابا المساله ديال المشاهدات راه كتصافي ملي كتحقق 100000 كتسد، كيبقاو عاودين ينقصوا لك منها ولا يحيدوها، هذه نقطة. إذا حاولت تنقيو الصفحات ديالكم باش ما تطيحوش في الغلط اللي طحت فيه أنا ما تحتاش ما حاسبوش غلط، ولكن هما حاسبين عليا غلط. هذا هو المبدعين هما هذا، وهذو هما الشركات ديالهم هما كيتصرفوا بطريقة اللي بغاو هما، يعني حنا ما على العالم ما علينا غير ننفذوا هذا الشيء اللي كيدير. اذا انا رسلت الطلب وكنقول لهم فيه بانني السلام عليكم، انا واحد الانسان المحتوى ديالي راه ديالي، راه انا اللي تشرفت عليه وانا اللي حطيته وانا اللي نقيته وانا اللي درت ليه المونتاج، بدون ان كنهضر على الامور اللي ما فيهاش صورتي انا وما فيهاش فيديو انا وما كنبانش فيها انا، اما ما تبقى راه كتهضر على راسك. اذا الاخوه الله يجزيكم بخير، حذاري ثم حذاري، اللي عنده باقي ما كملش شروط ينقي صفحته باش ما يطيحش في المسألة ديال تم رفضك تم رفض طلبك طلب تقديم بوسط برنامج مكافأة المبدع. انا غادي نوريكم لان هادشي تلاح ليا حتى في الايميل ديالي. على العموم مرة اخرى قلبوا الصفحات ديالكم الحسابات ديالكم نقيوها عودوا وراجعوا، راه كيخرجوا لكم واحد الميساج، اي فيديو خرج لك فيه ميساج كان ديالك دير بلاغ، ما كانش ديالك سوبريمي هايديه ونقي. وحاولوا هادشي اللي بقى لكم دابا الاخوان، بالنسبه للاخوان اللي كملوا شرط من الشروط وباقي لهم شرط، حاولوا تبقاو ديروا محتوى ديالكم بانوا فيه، دي واحد 30 40 50 60 100 فيديو بان فيه باش يطغى على شي حاجه قديمه دارت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.